أبو بكر آدم إسماعيل. قال كتاب اسمه جدلية المركز والهامش، قراءة جديدة في دفاتر الصراع في السودان، الطبعة الثانية. طبعا له منظمة حقوق الإنسان، وديل أصلا ديل يا هم الكفار ذاتهم المجرمين طبعا له الكلام ده. هنا في الصفحة رقم 72 73، قال من المصائب التي تعيق التقدم، قال عقبة الأيديولوجيا، يعني الدين، يعني الأيديولوجيا يعني العقيدة. قال حيث أن حامل الأيديولوجيا الدينية أو الفقيه يعتقد أن جهة ما هي المصدر الوحيد والنهائي للحقيقة. يعني قاصد إنه شنو؟ إنه الزول بتاع الدين قاصد إنه هو بيعتقد إنه الحقيقة مرجعها واحد، ودي بلاده ذاته. إذا الحقيقة ما مرجعها واحد حيكون مرجعها وين؟ نحن بنعتقد أن مصدر الحقيقة أو أن الحق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الكلام الحق والمنهج الحق هو المنهج الذي يشرعه الله سبحانه وتعالى. ده اللي بنعتقده نحن. قال وبالتالي يبدأ التفكير انطلاقا من كلامها وليس من الواقع. دار يتعلق في القرآن. قال فالفقهاء ينطلقون من تفسيرات النص القرآني، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، ويغذون فكرهم من إشكالات اللغة مثل طلعت الشمس وغربت الشمس، وكل هذه النصوص تقرر أو توحي بأن الشمس هي التي تتحرك أو تدور في أحسن الفروض. يعني داري يقول لك شو وزل داري أصل لك شنو؟ فقال شنو؟ قال هنا قال بيعتقدوا إنه مسألة إنه الشمس تجري ده كلام باطل. دل المستغلين ذاتهم حزب الجمري للعمار المجلي بيعتقدوا إنه القرآن ما نهاية في الحقيقة. طيب أنت وقت كانت الشمس دي، وقت ربنا خلقها، أنت كنت قاعد يا مستغل؟ كنت قاعد؟ عشان كده ربنا رد على الناس. ربنا قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ربنا قال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يعني أنت ما كنت حاضر وقت ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الملائكة، فكيف تزعم أن الملائكة هي إناث؟ ده داري يقول لك إنه الشمس تجري ده كلام باطل، ده المستغل، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وده خبر، والخبر عند أهل البلاغة هو الذي يحتمل شنو؟ الصدق والكذب. فإنت لما تجي ترفض خبر الله سبحانه وتعالى فأنت تتهم رب العزة والجلال بالكذب، وكفى بذلك كفرا من هؤلاء الشيوعيين والعلمانيين والمستغلين والعوالق ديل. ناس مجارمة عرفتها، وناس ما عندهم أي موضوع فهمتها، وما عندهم أي منهج. والله أحزاب فارغة قاعدة كنب ساكن، قاعدة كنب ما عندها أي موضوع. طيب قال قال بعد ذاك قال السياق، قال عندما نقابل عالم الفلك، كلام رب العالمين داري عارضه بكلام بالنظرية بتاعت ناس الفلك، وبتاع الفلك شاف شنو هو ذاته عشان تجي تعارض به وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا خلق الفلك وخلق الطبيعة، وربنا سبحانه وتعالى خلق الزول اللي انت بتسميه عالم ده. ربنا قال يعني والشمس تجري، وده كلام واضح. قال هم بيتخذوا الألفاظ اللغوية دي على حقيقتها. أهو نتخذها كيف يعني يا شيوعي يا مستغل يا بليد؟ نتخذها كيف يعني؟ ما لابد نتخذها على الحقيقة، ونحن أي كلام بنحمله على الحقيقة إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، عرفتها؟ لكن المستغلين ناس بلدة، ناس أي حاجة دارين يعارضوها، ودارين الدين ده كله يرفضوه جملة وتفصيلة، عرفتها؟ عشان كده ما بيجوك لنقاش حقيقي. المستغلين والشيوعيين والجماعة ديل ما بيقدروا يجوا بنقاش حقيقي، عشان كده الآن التمثيلية بتاعتهم البيجاي دي ما قدروا يقدموا المحتوى بتاع التمثيلية ده، بغض النظر عن صحته ولا بطلانه، ما قدروا يقدموه في شكل خطاب. زمان المستغلين ديل والشيوعيين تلقى من نهاية شارع علمين لغاية نص شارع علمين ده الركن بتاعه، الصفقة دي لما يطقوا كده القرود بتشرد، عرفتها؟ كان بيتكلموا، لكن هسه بقت الصفقة تعبانة، وبيقول قاعدين ديل العولاق ساكت، زي ما قال المثل السوداني عولاق لعولاق أخير حماد، مش بيقول كده؟ عرفتها؟ هو الساي تنظيمات قاعدة كنب،
وتجي تقول الكيزان دقونا وعملوا لنا واعتقلونا، انت ما زال خواف، انت خواف، انت هنا ما بتقدر تمرق. مش قلت المروق حلال؟ حلال كده مرقوا قاعدين بجاي وخلط سوى البتاع خلط، انت كده تفك من البيت دي عشان تقدر تعمل لك شيء فيه فايده. قاعدين كنب ساكت، تنظيمات فارغه وفاشله ما عندها اي موضوع، عرفتها؟ شكده اخواننا والله في الدنيا دي الشعب السوداني لو راجي ديل يقدموا له حاجه والله التراب في خشم. لو راجي ديل ناس الصادق المهدي وغيرهم من الجماعه ديل يقدموا حاجه. قبل ايام جات ديك بنت الصادق المهدي قالت وانتهى عهد الكلام، واكثر زول بيتكلم ابوك ده ذاته، ان الوحده الوطنيه تحتاج الى وجود كيانات متكيفه مع الاطار الكيفي في كيفيه واضحه التكيف والسندكاليه، وانت ما بتكون فاهم اي حاجه. اكثر زول يتكلم قالت ها وينهم؟ شايفين حاجه انت يا اخوانا؟ ما شايفين حاجه. المثل السوداني بيقول لك دابي في خشم جرادايا ولا بعضي. ما تشوف التنظيمات دي هنا، ديل كلهم كوادر بتاع جبهجيه لكن مغواصين بيجوها. زمان كنا نحن مع انصار السنه قبل نخليهم مشينا جامعه الجزيره، كلام ده 2008 او ورا شويه. التنظيمات دي عندهم حاجه اسمها الوحده الطلابيه بينزلوا بها في الانتخابات، عندهم كادر بتاع الناصريين، انا بس اسمه هسه ما مستحضر، في جامعه الجزيره. الزول ده 12 سنه ناصري شغال، ولما يتكلم كده وتشوفه عرقان والجماعه متكيفين، عرفتها؟ واول انتخابات نزلوا فازوا ب 6000 صوت، الكيزان جابوا 2000 صوت او 7000 والكيزان جابوا 2000 بفارق 5000 صوت، دي في الجامعات كلها ما حصلت، وطبعا كله باطل، لكن انا دار اديك الواقع. السنه البعديه الزول ده طلع كوس ومعاه ناس الحركه الشعبيه، في جماعه بدوا يبكوا. اوه تبكي في شنو؟ ما قلت السياسه؟ انت مش قلت السياسه؟ وتلقاه الواحد افتكر انه السياسه عباره عن ديرتي جيم وممكن ندخلها في الدين لانه الدين نظيف. طيب ما اشتغلوا معاك الديرتي ما بتعرف ترقص؟ كزان ديل ما جاي هوك، فهمت؟ فديل هو الساي والله كرور، ديل كرور ما عندهم اي حاجه، ما عندهم اي حاجه. التنظيمات دي تنظيمات فارغه والله، زول لو راجي تنظيم الحادي زي ده يقدم له حاجه ما بتلقى منه ايش، عرفتها؟ وانا ذاته المفروض الزول يا اخواننا يكون واعي الطالب الجامع، انا ذاته عشان ارقص ما محتاج اي تنظيم. احنا طبعا عندنا الرقيص حرام، لكن اهلنا قالوا الرقيص مو فراسه قله حيه وانفناسه، بس عشان انحني وانفنس دي دار لا حزب ابقى مؤتمر الطلاب المستغلين ذلك شنو ما عارف، او ابقى جبهه ديمقراطيه، او ابقى اتحاد ديمقراطي ناس الفته. وذات السودان ده فيه متناقضات عجيبه مره واحده. الصوفي يقول انا الله ذاته زي ما قال البرعي، الصوفي يقول انا الله، يجي شيء يقول الله ذاته ما في والله. يجيك الصوفي يقول لك الشيخ بيطير فوق والشيخ بيدخل الناس الجنه، يجيك واحد تابع للترابي يقول لك ذاته ما في حور عين انما هو حور في العين، عرفتها؟ تمسكها بيجاي تلقاه مقدوده بيجاي، تمسكها بيجاي تلقاه مشقلبه بغادي. يجوا بيجاي واحدين يقولوا نحن ناصرين عرب، عرب والعروبه ولابد من العروبه. يجي بيجاي يجوك بيجاي ثاني واحدين ثانيين يقول لك لا نحن ما دارين العروبه، عرفتها؟ وديلك الحمد لله انفصلوا، شغله ذاتها جاي طجوطه ثقيله، عرفتها؟ عشان كده والله يا طالب ما تضيع زمنك، هنا ما في سياسه، هنا ما في سياسه، دي عباره عن مقدمه للخلط، والخلط ذاته بقى ما داري له مقدمات، عرفتها؟ بس بتطقش كده وطوالي بتشيل التلفون الموضوع انتهى، فهمتها؟ ما داري له مقدمات ذاته، عرفتها؟ قله ادب وتلقاهم قاعدين وعرقانين والوجه سياسي وتلقاهم عامل له تفه كبيره، نظام الموضوع ده فيه حاجه يعني، الراس بتاعه ده وراسه ده غير يمكن انحلقوا منه التفه دي، والله تشيد فيه كار، والله تشيد فيه كار، ما عندهم حاجه. تنظيمات فارغه سايخ قله ادب، ما عندهم اي موضوع، ولا في تنظيم الليله نتحداه بيجي يقول للطلاب يا طلبه انا منهجي كده، انا برا الالحاد، انا برا ما دايرين دين، انا برا انه النص القراني هو الذي ظلم المراه، انا برا انه لماذا تلوموننا نحن الشيوعيون على الزنا؟ إن الزنا عادة اجتماعية مورست حتى في بيت النبي الكريم. تعالوا قولوا الكلام الوسخ الفارغ بتاعكم ده، تعالوا قولوا كلام زي ما قالوا المستغلين في جامعة النيلين كلية الغانون، قال التحية لستات العرق وبايعات المريسة، اللائي يمارسن، طبعا اللائي دي أنا صلحت لهم من ناحية الصياغة العربية، اللائي يمارسن بالليل الضعارة فينجبن أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام. والله الكلام ده قالوا لنا مرة في النيلين
ومرة هناك وين في سيما شنو في السودان الغربي. أنا قلت لهم يا أخوانا الطالب ده قبل ما يجي الجامعة دي أبو تعب فوقه ودفع مهر وشيلة وشغلة وأعلن الشغلة بعد ما ولده ذاته جاب له خروفين وضبح، وبعد ما جاب الجامعة خاصة جامعة الخرطوم كرم له خشوة حلال تب تبقى مع التنظيمات تبقى وتحرم. سيدي مزاته ما مشكلة، أسي أنا أخش عليه مع التنظيم يطلعني وتحرم؟ ده هو السايا دي تنظيمات فارغة وفاشلة. ده الفكر بتاعهم الآن الدارين يبثوا عبر الطلاب، ويجي يستعطفوا الطلاب بقضايا عرفتها ونحن ونفتكر. وإنه يا أخي تفتكر شنو أنت؟ أنت سبب من أسباب الأزمة في البلد دي. عشان كده نحن لا نزال نقول ونكرر، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والله نحن لا ننصلح بشيوعية ولا ننصلح بكيزان ولا ننصلح بشعبيين ولا بأنصار سنة ولا ننصلح بصوفية ولا بغيره، وإنما ننصلح بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. وده يا أخواننا اللي بيرفعنا وودينا قدام. وده ما يعني إنه الإنسان يا أخواننا ما يأخذ بالأسباب الدنيوية. ما حصل قلنا يا أخواننا إنه يعني أنت عشان تمشي لقدام لابد تخلي الدنيا مرة واحد وما تقرأ، والقراية الدنيوية حرام. ما حصل قلنا كلام زي ده. فما تقعد تتكلم ساكت، ما تقعد تتكلم ساي. فديل يا أخواننا التنظيمات دي الغرض منها إنه ينشروا لنا الإلحاد والباطل، زي ما عملوا العوالق بتاع شباب طوك. دارين يظهروا للعالم إنه السودان يعني فيه كبت أول حاجة بتاع حريات، مع إنه الكلام ده ما في، بس فيه كب. على كلام نشوف البوتيكات دي اللبس الفوق ده، والله لو خشيت عميان تستغفر الله. عرفتها؟ ده جانب. الجانب الثاني دارين يقولوا إنه الطبقات المثقفة من الطلاب وغير الطلاب ده الناس ما دايرين الدين، وده الناس دايرين يتحرروا. وده برضو يا أخواننا كلام باطل، ده كلام باطل، لأنه ده العبارة عن شفتة من الشيوعيين وشرذمة دايرين ينشروا هذا الفساد بين المسلمين وينشروا الفساد بين بنات المسلمين. وإلا فنحن نحسب إنه كثير من الطلاب، وإن كان الإنسان بيقع في معاصي وكذا، لكن نحسبه منهم ناس بيحبوا الدين ودايرين الخير ودايرين الدين. لكن الواحد لما يجي ويستمع لشبهات هؤلاء يحرفونه عن الإسلام الصحيح والمنهج الصحيح. تمشي مع التنظيمات دي والله يسلخوك من دينك ومن دنياك، عشان كده ما تمشي معهم. بعدين التنظيمات دي، قبل ما نفتح مداخلة كده للأزلة، التنظيمات دي عندها أساليب سيئة جدا. نحن كان عندنا المنافستو بتاع الجبهة الديمقراطية بجامعة أم درمان الأهلية، إنه من الطرق بتاعهم عشان يدخلوك، وده التنظيمات كلها من غير استثناء، بيقوموا يرسلوا لك واحدة أول بيت يرسل لها واحد ويقوم يكيسون. معليش أنا كلامي صريح يعني، ما في كناية وكذا وبتاع، ما في. ليه؟ لأنه أنا في مقام بتاع تحذير، لابد أوريك الحق من الباطل. عرفتها؟ بعد ما كيسوك أنت تورطها يا أخ. مش ده بيقعد في شبكات ذاته، شبكات جايبين في الجريدة امبارح ولا أول امبارح، شبكات واحدة يستدرجوها يورطوها يصوروها، بعد ذاك تجيب معاه صحبات والشغلة تمش. عشان كده أخواننا الإنسان في زمن الفساد ما يتعامل بالطيبة وحسن النية، أنت تعامل بالظاهر، الأظهر خير تعامله بالخير، لكن تبقى زول مسكين ساكت يجرجروك ساي، والله يورطوك ورطة. تجي واقف مع عديل مثلا، نموذج واحد، تقف مع عديل والنضال وما النضال والنضال، بعد شوية تدور مشكلة، والتنظيمات دي بيناتها مشاكل، بيكون بيصفوا حساباتهم أيام المشاكل. تدقس أنت قاعد في النص مسكين، يكون الإنسان كامل الدسم يزوب حتى في ركن الجبهة الديمقراطية ومتكيف وكذا ويصفك، بعد شوية تدور الشغلة يطعنوك أنت، لا إيدك لا كراع، مالك ومالهم، داير تبقى مع منو؟ شيوعي؟ الشيوعي يشوف، الشيوعيين ديل كل التنظيمات كده، أول حاجة بشوفوك أنت يا ربي مرسلينك الكيزان، تجي للكيزان يا ربي مرسلينك الشيوعيين، يا أنا مرسلني أبوي أختار أقرأ، عرفتها؟ تمشي بجاي لديل يشكوا فيك، داير تبقى مع الختمية، ما بقيت في مين آل البيت أو آل المرغني ما بتبقى رئيس، مين الصادق المهدي ما بقيت اسمك جدك المهدي ما بتبقى معهم. أزول يا أخواننا ماله مال الشغلة دي وماله مال الشبكة دي، ده كلام فارغ ساي. وانت زي ما قال الشيخ سليمان الرحيلي في وصف يعني قادة الأحزاب ومن دونهم، قال هما
حطب وعصب. الحطب بيبنوا به وبعد ما ينتهوا من البناء بيحرقوه، والعصب والذي يستفيد من هذا البناء. عشان كده ما بتلقى لك كادر بتاع شيوعيين معوق او مقتول في الغالي. يقول لك والنضال، ما النضال والنضال وما النضال. بعد شويه بيقول لك في حاجه اسمها تامين كادر، بيجيبوا له تاكسي بركبوه فوقه وانت خلوك بتناضل، ويجي يدوك بسطونتين تنسى النضال ذاته. مجرمين النازل، نازل قارين الاجرام قرايه، والله نصيحه لك اوعك تمشي تقيف معاهم ساكت، بتتورط والله، تتورط ورطه تخش في زنقه. ثاني بعد ده واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهمت؟ فما تتورط معاهم، والله ما عندهم لك حاجه ولا في يدوك حاجه. انت ابوك رسلك واهلك رسلوك هنا عشان تقرا قرايتك، وبعد تتخرج وتلقى يعني شهاده تمام ومعدل كويس، بعد ده ان شاء الله تشتغل، وبعد اشتغلت ان شاء الله تواصل، عرفتها؟ فالشغله بقت صعبه يا اخواننا، صفوف بتاعت عيش، انت بدل تقيف هنا مش هاقف في صف العيش هناك، مالك ومالهم يا زلمه؟ دل ما عندهم موضوع، والله ما عندهم موضوع، عرفتها؟ تنظيمات منتهيه وفارغه. المهم نحن من قبل كنا بنتكلم وكان نقاطنا انه يعني انه الناس يا اخواننا ترجع للدين، تخلي يعني التحزب والتنظيمات وتكون براك، تبقى انسان فري ما تابع لاي جهه وما تابع لاي جماعه. اذا في سؤال او اعتراض او مناقشه او مداخله، فرصه مفتوحه للمداخلات والاسئله.